التحية العسكرية لجالانت قال بالسوشيال ميديا. وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يواف جالانت اختار أن ينهي خطابه الأخير بأداء التحية العسكرية للجيش والأجهزة الأمنية وعائلات الأسرى، يلي أثار ردود فعل واسعة على الصعيد الإعلامي والشعبي وعلى السوشيال ميديا. نتنياهو علق بعد ما عين إسرائيل كاتس خلف لجالانت وقال: أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة. القناة 12 إسرائيلية قالت أن اجتماع تسليم نتنياهو خطاب الإقالة لجالانت لم يستمر أكثر من 3 دقائق. تحية جالانت ما كانت مجرد لفتة بسيطة، بل زادت من حجم التضامن معه بشكل لافت، واعتبرت بمثابة رسالة دعم للجيش والأجهزة الأمنية بعد خلافات كبيرة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. וללוחמי צה"ל באשר הם, אני סומך עליכם ואני מצדיע לכם.